ولكن كمان رح نبدأ بملف النزوح مع وزير المهجرين دكتور عصام شرف الدين معنا عبر تطبيق زوم. مساء الخير معالي الوزير، أهلا وسهلا فيك. تما نطول عليك، نحن رح نبدأ مع الوزير بموضوع أزمة النزوح. بدنا يعني نسمع من حضرتك، الخطط كثيرة صارت، عم نسمع كل جهة عم بيكون عندها خطة لإعادة النازحين إلى سوريا، وما أكثر هذه الخطط وما أقل الأفعال إذا صح التعبير. بدنا نسمع من حضرتك الخطة الرسمية اللي ممكن تصدر عن الحكومة بعد الجلسة اللي صارت، التوصيات اللي بدها تصدر. حطنا بليز بالأجواء من عندك. يعني هي اهم شيء باللقاء، نعم، طلع توصيات مشتركه اول مره بتكون بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، نعم، هيدي اهم. هلا تشكيل لجنه وزاريه، اللجنه كانت موجوده اساسا، كانت اكبر شوي، شكلت 29/9/2021، 7 وزراء مع المجلس الاعلى للدفاع مع الامن العام، ما في شيء جديد يعني. هلاك الأهمية إنه صار في قرار سياسي، في تقارير دورية بدها تقدمها الحكومة، نعم، للبرلمان كل 3 شهور. معناتها صار في جدية، لمسنا جدية، وصار في قرار سياسي بتحريك الملف على كل الصعد. أما بالنسبة للي ذكرتيه إنه صار عم يعملوا خطط، نعم، في كثير بيعملوا خطط، بس شو ما عملوا خطط بده يخطب عين الاعتبار إنه الدولة المعنية بذلك هي الدولة السورية، وعلى هالأساس نحن كوزارة المهجرين بشهر 2022 عملنا خطة تنسجم مع واقع الاقتصادي السوري بعودة 15,000 كل شهر. البعض شايف إنه هذا العدد قليل، ولكن لو بدأنا فيه بوقتها من 2 و4 شهور كنا صرنا مرجعين 500,000، لأنه أول فوج وزير الإدارة المحلية بالكورية قال ما تحط سقف في أول فوج، خليه يجي 180,000. عندنا 480 مركز إيواء. بدأنا بالقوافل بال 2022 شهر 10 شهر 11، للأسف دفعنا ثمن النجاح كوزارة، وتسحب منا الملف وتسلم للواء وقتها عباس إبراهيم، نعم، ومن ثم وزير الخارجية، ومن ثم نام الملف سنة ونص. طيب اليوم نحن بأي مرحلة بما يخص الخطط اللي عم تنطرح، أبرزها ربما كمان غير اللجنة المشتركة في الأمن العام اللبناني لواء البيسري كان عم يحكي عن خطة، هل طلعتوا عليها؟ هل أصبحت يعني قيد التطبيق إذا بدك؟ طبعا الأمن العام اللبناني بيتبع خطة وزارة الداخلية اللي هي مكلفة بتنظيم النازحين اللي هن الفئة الأولى. الوجود السوري 3 فئات، الفئة الأولى هن العمال الحرفيين وأصحاب المؤسسات، نعم، وهودي بيعملوا بالمئات الآلاف، في شيء 400,000، وهو الدولة اللبنانية بحاجة لهم. لازم يتشرع وضع، عملية التشريع بتكون من خلال إصدار إقامة من الأمن العام اللبناني وتأمين إجازة عمل من وزارة العمل، وهذا شيء محق وإلنا حق فيه، وما خصوا لا ايفو فريسن ولا اي جهه اخرى منظمه دوليه، لا المفوضيه ولا الامم المتحده ولا مفوضيه حقوق الانسان، تدخلوا بقضايا خاصه بالداخل اللبناني. انا احيي هون وزير الخارجيه ووزير الداخليه اللي اصروا طلبوا من ايفو يسحب البيان وسحبوا. شو بيعني هذا الكلام؟ بيعني انه ما لهم حق يتدخلوا فينا، وبيجيبوا لنا اوصياء مثل الاتحاد الاوروبي تخضع لعملات امريكيه، يصوتوا على باقي النازحين بلبنان، وبيحاصرونا بالاقتصاد، وبيحاصروا سوريا بمشروع قيصر، وبالتالي بيمنعونا نعيد السوريين الى بلادهم بحجه ما في امن بسوريا، بيمنعونا نبعث قوافل شرعيه عبر البحر الى دول جمعيه العامة للأمم المتحدة اللي هم 194 دولة، نعم، بيحاصروهم وبدهم يفقروا شعبنا ويذلوا الشعب السوري، لأنه هذا موضوع إنساني كمان. طيب ما بيحاصروا شيء، ما أثر شيء على النظام السوري ولا على الدولة السورية. طيب دولة قادرة تصمد،
رغم انه امريكا مستوليه على 15% على مناطق الثروه النفطيه وعم ينهبوها وحاطين ايدهم على سهول القمح والحبوب واهراءات الحبوب، وفي عمليه تركيع فشلوا فيها، جايين يحاولوا يخلوا يصير في نقمه شعبيه نعم ضد الحكم السوري، وما راح تزبط معهم. معالي الوزير، يعني توصلتوا بالنهايه بعد كل اللي عم نشوفه ان كان من الجهات المعنيه وايضا الوفود الاوروبيه اللي اجت او المجتمع الدولي اللي رافض، او الاوروبي تحديدا اللي رافض عوده النازحين السوريين بذريعه انه لم يحن الوقت بعد، لشو توصلتوا اليوم؟ القرار هو سياسي ام هو قرار لبناني اكثر؟ إذا نحن طبقنا القوانين ممكن أنه ولو إذا مش كل النازحين السوريين، فئة كبيرة منهم اللي بتشكل أعباء اقتصادية وغيرها على لبنان أنه ترجع على سوريا. طيب خليني أحكيك بالقانون. أول شيء في اتفاق بين المفوضية السامية وبين الدولة اللبنانية أيام اللي هو جميل السيد عم بحكيك 9/9/2003. نعم. هذا الاتفاق يتيح ويؤكد ترحيل أي نازح شو ما كان عدده، أي نازح غير شرعي. وكلنا نعرف نحن اللي إجوا مش كلهم إجوا هربا من الحرب، في كتار إجوا نازحين اقتصاديين، في كتار فاتوا خلصة بشهر 6 و7 و8 و9 حتى 2023 فاتوا خلصة. هودي كلهم مع اللاجئين السياسيين يجب ترحيلهم بحسب الأعراف والقوانين الدولية نعم. إلى الدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان. هنا نبلش بكندا وأمريكا وأستراليا واليابان والبرازيل. مضروري يخاف المجتمع الأوروبي، مضروري يخاف القبرصي، كل اللي راحوا من لبنان 4000 واحد. وإذا بدك اشرح أكثر، طالما هن رافضين يعملوا لجنة ثلاثية لبنانية سورية أممية، يعني مع المفوضية نعم. معناتها ترى نحن قلنا حق نعمل لجنة ثنائية مع الدولة السورية وما يتدخلوا. ولما نعمل لوائح، وقدمنا لوائح من شهر وجاي، قدمنا سابقا لوائح نعم. كانوا يتصلوا بالمسجلين اللي بدهم يرجعوا ويخوفوهم ويرغبوهم. طيب بالبطل. وين عالقة هيدا المبادرة اللي قمتوا فيها؟ المبادرة كان شيء ما في قرار سياسي، انت بتعرفي ما كان في قرار سياسي، نتيجة الضغط الشعبي الهائل اللي صار نعم، ونتيجة الضغط البرلماني ونتيجة موافقة كل الوزراء تحرك الملف انفرد الملف حاله، وكان في اجتماعات مهمة على مستويات كثير كبيرة، واخرها كان بتكركي، كان كل الهيئات موجودة ممثلة من قيادة الجيش والأمن العام والبرلمانيين والحكومة. يعني بتلاقي اليوم الجو الأجواء يعني مؤاتية أكثر لإنهاء هذا الملف الخطير طبعا على لبنان. الحكومة تاخذ قرار صارت مغطاية بالبرلمان وبالقوى الشعبية، صار ما عاد في خوف من الضغوط الخارجية نعم. صار مغطى الرئيس ميكاتي والحكومة تجاه ليزا جونسون وغيرها. نعم، نتمنى أنه تكون الأجواء هيك تكون محفزة أكثر لإنهاء هذا العبء على لبنان. بدي أتشكرك معالي الوزير على هذه المداخلة. أنتوا كوسائل إعلام نعم ضروري ضروري تلعبوا دور كثير كثير مهم تساعدونا للضغط من ضمن اللوبي اللبناني العربي الصديق الخليجي الأوروبي للضغط على أمريكا وعلى أوروبا الغربية. يعني ما بعتقد على صعيد الأو تي في أنه بعد في شيء أكثر من هيك ينعمل، تحرك اللي عم بيقوم فيه التيار إن كان على مستوى القيادات على المستوى الشعبي، التظاهرات اللي عم بتصير، وللأسف يعني ما عم بيكون في التحاق بهيدي المواقف ولو شعبيا، يعني على الأرض مفروض يكون في حشد أكبر من الجهات اللي عم اليوم كمان يطالبوا بحل هذا الملف ولو من باب المزايدة. بدي أتشكرك مرة جديدة مع الوزير. أهلا وسهلا فيك دايماً.